السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا حنين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة يا رب وفي احسن الاحوال. النهاردة هنعمل مع بعض رز بلبن على طريقة المطاعم زي اللي احنا بناكله من بره. ان شاء الله هيطلع معانا مظبوط جدا، بس نمشي بالخطوات واحدة واحدة. قبل ما اقول لكم هنعمل الرز بلبن ده ازاي، نروح نفعل الجرس بسرعة عشان يوصل لنا كل جديد، ونعمل سبسكرايب. انا اقول لكم هنعمل الرز بلبن ازاي. انا دلوقتي معايا كيلو لبن جايباه من عند اللبان، ولا غليته ولا عملت فيه اي حاجه، انا فضيته بس في الحله كده اللي هشتغل فيها. معايا نص كوبايه من الرز، معايا ربع ساعه، معايا معلقه نشا، معايا معلقه فانيليا صغيره، معايا معلقه كريمه لباني. الكريمه هنا انا حاطه معلقه كبيره، وحاطه من معلقه النشا معلقه كبيره، وعندي نص كوبايه سكر، وعندي كوبايه لبن هدوب فيها النشا وهدوب فيها الكريم اللباني. هقسم نصها هنا وهقسم نصها هنا، تمام. انا دلوقتي هولع على اللبن كده، انا زي ما قلت لكم انا ما غلطتوش ولا عملت فيه اي حاجه، وهو هو على النار كده. هنزل الرز بتاعي وهبتدي اقلب فيه واحده واحده لحد ما اللبن ده يغلي خالص. طول ما هو على النار هقلب عليه كده. بس احنا هنقلب فيه كده لحد ما يغلي خالص، وبعد ما هيغلي هطفي النار عليه وهغطيه لمدة ساعة. ما تخافوش، الرز مش هيعجن ومش هيحصل له اي حاجة خالص. احنا كده بنعمل يعني ايه، نخلي الرز كانه بيستوي. يعني في ناس بتحط ميه بدل اللبن وبعد كده ترجع تنزل اللبن عليه، لا انا حطيت اللبن على طول زي ما احنا شايفين كده. هفضل اقلب فيه لحد ما يغلي خالص، شايفينه كده بيبتدي يغلي اهو. برضو وانا لسه ايدي فيه بقلب فيه، مش هشيل ايدي خالص غير لما يبتدي يغلي بقى خالص. شايفين بيعمل ازاي؟ شايفين لحد ما هيغلي خالص بقى اطفي عليه. شايفين بيغلي ازاي كده بقى، انا هطفي عليه. شايفين بس انا كده طفيت عليه بقى، انا كده طفيت عليه. هغطيه كده لمدة ساعة، هغطيه بالطريقة ديت، بعد ساعة هنرجع نشتغل فيه مع بعض. بصوا شايفين بعد ساعة هنعمل ازاي؟ شايفين نشيل عليه؟ بصوا الرز عامل ازاي؟ يعني يعتبر طايب اصلا. شايفين؟ هولع عليه بقى شوية كده دقيقتين، هولع عليه وبعد كده هنزل بكوبايه السكر بتاعتي. انا ولعت النار عليه شويه وبعد كده هنزل معايا نص كوبايه السكر بتاعتي، وافضل اقلب فيها كويس قوي لحد ما السكر ده يدوب. كل ما نحط رز قليل كل ما النتيجه معانا بتطلع احسن بكتير. كده دوبت السكر كويس قوي، واخدت نص كوبايه الحليب حطيت عليها معلقه النشا. انزل كده بسم الله واقلبها كويس عشان ما تكلكعش. انا قلبتها طبعا في الكوبايه وهقلب تاني كويس قوي كده عشان ما تكلكعش معايا. دقيقتين كده بس اقعد اقلب فيها عشان النشا بتاعي. بعد كده برضو هدوب معلقه الكريمه اللباني في نص كوباية اللبن اللي انا سبتها التانية. شايفين كده بدأ يتقل اصلا ازاي، بس هضرب جامد كده عشان ما تكلكعش معايا. هدوب برضو نص كوباية الحليب التانية على معلقة الكريمة وهنزل بيها، بس بعد ما ادوب ده شوية. شايفين؟ شايفين تقل ازاي؟ هنزل بقى بنص كوبايه الحليب الثانيه
اللي انا حطيت عليها معلقه الكريمه اللباني. الكريمه الباودر دي موجوده عند اي عطار بره، هقعد اقلب فيها شويه كده. لو قلت له عايزه بخمسة جنيه يديكي، برضو لو قلت له بعشرة جنيه يديكي، بيديكي حبه كويسين قوي. انا واخده معلقه واحده بس واحطهم. ما عنديش كريمه الكريمه اللباني ديت، مش موجوده عندي. ممكن احط معلقه وش اللبن، اللبن لما بنجيبه ونحطه في التلاجة بعد ما بنغليه بيعمل طبقه على الوش كده، بناخد الطبقه دي وبنعمل بيها حاجات كتير جدا يا جماعه والله. فاحنا ممكن كمان نحط منها على الرز بلبن. قلب شويه كده، شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ شايفين شايفين بعد كده بقى هنزل بمعلقه فانيليا صغيره. ما عنديش فانيليا سايبه، ممكن احط كيس فانيليا من التاني بس معلقه صغيره. شايفين كده؟ شايفين بيعمل ازاي؟ شايفين القوام عامل ازاي؟ هنزل بقى بمعلقه فانيليا صغيره اهي، معلقه صغيره خالص. دي بتدي ريحه وبتدي طعم. فطبعا مفيش فانيليا سايبه متوفره عندنا، ممكن كيس فانيليا او كيسين من هما العاديين بس معلقه صغيره. انا كده وطيت عليه شويه وهطفي عليه كده بقى، هحطه في برام صغير كده وهدخله ياخد وش في الفرن، وهحط برده في كاسات صغيره كده احط عليه مكسرات. شايفين القوام عامل ازاي؟ زي الكريمه اصلا، القوام بتاعه عامل زي الكريمه. هنزود مقدار اللبن، هنزود مقدار الرز، هنزود مقدار اي حاجه احنا حاطينها. هنحط 2 كيلو لبن، هنحط كوبايه رز. احنا هنا حاطين كيلو، حطينا نص كوبايه رز بس. شايفين بقى القوام بتاعه جميل ازاي ما شاء الله. انا بقى هدفع عليه كده خلاص، انا كده طفيت عليه. بصوا كمان الحله مش لازق فيها حاجه خالص، شايفين شايفين ما شاء الله، زيت المحلات بالظبط. هاخده دلوقتي هسيبه في الكاسات وهحطه في برام كده صغير وهدخله الفرن، والكاسات التانيه هحط عليها مكسرات. تعالى نشوف هنعمل ايه. يبقوا كده شايفين عامل ازاي. هاخده بقى احطه على الشوايه ياخد وش بس وهطلعه واوريه لكم. ايه رايكم بقى كده؟ انا ما رضيتش اديله وش قوي زي ما انتوا عايزين. ده كده اللي هو في البرام، دخلناه على الشوايه ما نعليش النار عليه قوي. ده كده اللي احنا حاطين عليه مكسرات، اي مكسرات عندنا، لو عندك جوز هند حطي، لو عندك زبيب حطي، زي ما انت عايزه. انا كان عندي مكسرات وحطيتها. ايه رايكم؟ يا رب يكون عجبكم. الطريقه سهله وبسيطه خالص، بس تعملوا الخطوات زي ما قلت لكم كده بالظبط. ان شاء الله ينال اعجابكم. وتقولوا لي رايكم ايه وترد عليا وتكونوا جربتوه. ما ننساش شير، ما ننساش سبسكرايب، ما ننساش ندعم قناتنا اي ليرن كمان، لان هي قناه دعم لينا. فعل الجرس عشان كل جديد يوصل مننا. ما تنسوش اللايك، ما تنسوش الشير. استودعكم الله.